انا مبسوطه جدا ان انتي معانا في مبادره شيرين مصر للحرف اليدويه والصناعات المصريه. فقولي لنا ايه قصه البراند، وانا شايفه ان انتي عامله حاجات كتيره حلوه قوي ومختلفه، فقولي لنا ايه قصه البراند بقى، وايه الفكره اللي جاتلك عشان تبتدي البراند ده؟ بصي، انا اصلا دكتوره اسنان وطول عمري بشتغل دكتوره اسنان، ده بعيد خالص، بس عندي هاند سكيل، بحب اعمل حاجه بايدي، يعني بحب اعمل حاجات دايما بايدي، ده اللي كان مخليني شاطره في مجال الاسنان. وبعدين حسيت انه لا، انا من وانا صغيره بحب ارسم، ومن زمان بحب الحاجه فيها تكستشر كده، ليها ملمس بارز. ايوه، بس ما كانش دي حاجه موجوده زمان، كان حاجه وانا صغيره بقعد الزق حاجات فوق الرسمه كده. فلما لقيت التكستشرز ارت ده ابتدى لقيته على الانترنت وكده، حسيت انه لا، دي الحاجه اللي انا كان نفسي اعملها من زمان. ظهرت بقى، ظهرت بقى، وقفت الاسنان خالص وابتديت اعمل الحاجات دي فول تايم، يعني وقفت اسنان. كام بقى؟ بقالي سنه ونص. حلو خالص. وبعدين بقى يعني طورتي ازاي؟ ابتديت اعمل الاول الحاجات، بعمل الحاجات الصغيره دي الاول، دي الحاجات اللي بتتحط جنب بعض كده، وبعدين ابتديت اعمل حاجات زي الرخام كده، زي تحسيها تكستشر رخام ناشفه. ابتديت انوع بقى، يعني سافرت ابتديت اشوف معارض بره بيعملوا ايه في التكستشر وكده، ابتديت بقى اجيب الخامات دي واعملها هنا من مصر، يعني بعمل كل حاجه مصر. طيب معلش بقى، الخامات نفسها، يعني ايه الخامات اللي انت بتستخدميها، وبعدين ازاي ابتديتي؟ يعني اكيد اصل هي صعبه ان انا اجرب الحاجات دي من اول مره وتظبط معايا. طبعا ما تظبطش، يعني انا قعدت مثلا 6 شهور اخدت كورس اونلاين، وقعدت 6 شهور بجرب وفشل، يعني اللي هو بجرب والاقيها بتبيع كده، بتبوظ، نرمي يعني. بس كنت ساعتها بشتغل اسنان، بستخدم جبس، خشب فيرا. ده ايه يعني؟ ده هي على البرواز دي نفسها ايه؟ قماش وجبس واسمنت وغيره ومعجون، يعني حاجات كتير قوي انا بعملها ميكس مع بعض، يعني ليا خلطه معينه انا اللي بعملها في البيت، مش موجوده، مش بتشتريها، يعني حاجه بتحطي كذا حاجه على بعض واعمل فوقيها بقى الوان، يعني فيست واحد. طيب معلش اخر بقى سؤال، انتي دلوقتي يعني انا مثلا جبت القطعه دي، طبيعي اتركنت، عايزه انضفها. يعني انا بصي، بتلاقي في كل رسمه عندي في حاجه اسمها سيرتيفيكت او اوثنتيسيتي، يعني شهاده بتقول لك ان دي حاجه معموله سبيشال ليكي. يعني مثلا شايفه دي ديفيد، دي اللي هنا اللي هي دي بالظبط كده، بيبقى ليها الختم بتاعنا، ختم الواكس بتاعنا، والصوره معموله من ايه المواد بتاعتها، وازاي تنضفيها، مكتوب تحت ازاي تنضفي اللوحه تهتمي بيها. بس يعني بيبقى كل حاجه موجوده علشان تعرفي ازاي ده نوع ارت جديد، فازاي ما تحطيهاش عند سان لايت دايركت، ما تحطيهاش قدام حراره جامده، تنضفيها بحاجه مش مبلوله بس منديه كده، تنضفيها بيها عشان ما تتسربش، بس ما فيهاش مشكله. يعني انا مبسوطه قوي، يعني طبعا كل الحاجات اللي انت قلتيها حلوه، وان انا يكون معايا شهاده باللوحه دي بطريقه الاعتناء بتاعتها ومكوناتها، دي نقطه حلوه خالص. انا مبسوطه جدا ان انا صورت معاكي النهارده، واتمنى اشوف التطورات بتاعتك معانا في مبادره اشتري المصري. ان شاء الله.